اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس بمشروع تعديل الدستور الذي أقره الرئيس عبد المجيد تبون. المحاور الكبرى للدستور الجديد هو العنوان الذي افتتحت به جريدة البلاد صفحتها، مع الإشارة إلى تكليف الرئيس عبد المجيد تبون أحمد العرابة برئاسة لجنة الخبراء لإعداده. يومية النصر اختارت عنوان تبون يفتتح رسمياً ورشة تعديل الدستور الذي سيمرر على الاستفتاء الشعبي بعد مشاورات واسعة مع الفعاليات السياسية والمجتمع المدني. الرئيس تبون يرسم المحاور الكبرى، هو ما عنونت به جريدة المجاهد التي فصلت في مقالها أن النتائج النهائية للأعمال يتم تجسيدها ضمن تقرير ومشروع قانون دستوري يسلم إلى الرئيس في غضون شهرين. بالبنط العريض عنونت جريدة الخبر تبون يحدد معالم الدستور الجديد، مع الإشارة إلى المواد الصماء غير القابلة للتعديل على غرار توازن أكبر بين السلطات وتكريس الحريات الفردية والجماعية، إضافة إلى تحديد العهدات الرئاسية. ما يريده تبون، هكذا عنونت يومية لسواغ دالجيري، مشيرة إلى أن الرئيس لم يضيع وقته لتجسيد تعهداته الأساسية التي أطلقها خلال حملته الانتخابية لرئاسية 12 ديسمبر. وعن هذه المحاور الكبرى تحدثت جريدة النهار بالإشارة إلى كون التعديل الدستوري التزام قطعه الرئيس تبون أمام الأمة لتلبية المطالب المعبر عنها شعبياً.